عريضة اتهام بغسل الأموال ضد مواطنين صينيين وجهتها جهات عدة في الولايات المتحدة، منها وزارة العدل والخزانة ومكتب مراقبة الأصول في الخارجية الأمريكية. المتهمان مرتبطان بمجموعة لازاروس، وهي مجموعة قرصنة يقال إنها مرتبطة بحكومة كوريا الشمالية. وتفيد لائحة الاتهام بأن من أسمتهم المتآمرين الكوريين الشماليين قاموا في العام 2018 بسرقة عملات رقمية بقيمة 250 مليون دولار من البورصة، فيما تمكن المتهمان من غسل عملات رقمية بقيمة 100 مليون دولار خلال الفترة بين ديسمبر 2017 وإبريل 2019 لشركائهم من كوريا الشمالية. ووفقاً للوثائق، فإن المتآمرين الكوريين الشماليين مسؤولون أيضاً عن اختراق إحدى البورصات الكورية الجنوبية في نوفمبر من العام 2019، وسرقة عملات رقمية بقيمة 48 مليون ونصف المليون دولار، والتي كانت تعادل تقريباً نفس الكمية المسروقة آنذاك من عملة الإيثريوم الرقمية. وارتفع استخدام الإنترنت في كوريا الشمالية بنسبة تصل إلى 300% منذ العام 2017 وفقاً لتقديرات صدرت حديثاً وأوضحت الأمم المتحدة في تقريرها الصادر في أغسطس 2019 أن نشاط الجرائم الإلكترونية قد برز على مر السنين كمصدر إيرادات رئيس لحكومة كوريا الشمالية، والتي حولت هجماتها في العام 2019 إلى التركيز على تبادل العملات المشفرة. وذكر تقرير الأمم المتحدة أن القراصنة المرتبطين ببيونغانغ سرقوا ما يصل إلى ملياري دولار، وهبطت بعض الأموال المرتبطة بالقرصنة الكورية الشمالية في حسابات مصرفية مقرها هونغ كونغ وفقاً لتقرير الأمم المتحدة. وأعلنت شركة KPMG للمحاسبة في تقرير أن القراصنة سرقوا على المستوى العالمي ما لا يقل عن 9 مليارات و800 مليون دولار من الأصول الرقمية منذ العام 2017. وغالباً ما يتم نقل عائدات الجرائم الإلكترونية في كوريا الشمالية إلى البورصات والأسواق التي بها برامج امتثال ضعيفة أو ضئيلة، حيث يفرز العملاء هناك إلى أفراد متداولين أو أشخاص يعملون خارج البورصة وفقاً لوزارة الخزانة الأمريكية. وأكدت الوزارة أن الأموال غالباً ما تنتهي في المؤسسات المالية الصينية.